بعض الناس يقولون فاطمة خرجت تدافع عن علي لأن علي بن أبي طالب زوجها. هذا أكبر خطأ نقع فيه في تحليل التاريخ. إمامة الإمام علي مو حق شخصي للإمام علي، إمامة الإمام علي هو حق من حقوق الله، لأن الله هو الذي رتبهم في مراتبهم. أمة حجب عنها الإمام، حجب عنها الرجل الذي يعتبر صاحب العطاء الصحيح الحقيقي. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فاطمة الزهراء سلام الله عليها خرجت تطالب بحق الله الأعظم. الحق دائما مع علي وعلي مع الحق. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها has explained to the people is the issue of imamate. Actually that was the main issue she was defending. أن دين محمد في اللحظات الأخيرة من حياة محمد بدأ أن يأخذ منحا آخر. الله told the Muslims in the Quran وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Some Muslims turned back immediately. The gathering in Saqifa while Rasulullah has not even been buried yet. And they chose a leader, someone whom Rasulullah did not choose for them. وجدت إمامة، وجدت إمام، وجدت أمة، أن هناك مشروع لله اسم إمامة يقطع، يعني ما يترك مجال، لا يترك له مجال في الأمة، وهذه مشكلة. أنه يوجد إمام مرجع للأمة زوي عن الأمة، وهذه مشكلة ثانية. المشكلة الثالثة أمة حجب عنها الإمام، حجب عنها الرجل الذي يعتبر صاحب العطاء الصحيح الحقيقي. ماذا تفعل فاطمة أمام هذه الحالات الثلاث؟ روحنا لها الفداء. فاطمة الزهراء there are two speeches that she has that's narrated in history by the Sunni books and the Shia books. One is the khutbah al-fadakiyah that she gave in the mosque of Rasulullah, and another one was a speech that she gave to the wives of the muhajirin and the ansar. يقول الحسن ابن أو عبيد الله ابن عباس يقول خرجت فاطمة الزهراء عليها السلام في لمة من نسائها وحفدتها لما علمت أن أبا بكر وعمر قد أخذا فدكا منها وهي حقها من رسول الله، فلاثت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من نسائها وحفدتها تمشي وما تخرم مشيتها مشية أبيها رسول الله، حتى دخلت على مجلس فيه جمع من المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر يومها، فنيطت دونها ملاءة فجرت الموقف أمام الأمة الإسلامية. أبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض، وتعني زوجها عليا، تعني صاحب نص الغدير، تعني ذلك الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى.
وما كانت منزلة هارون من موسى، كانت منزلته أنه أخوه ووزيره وخليفته عندما غاب موسى في هذه الأربعين يوما. مكدودا في ذات الله، سيدا في أولياء الله، مجدا كادحا مشمر، وأنتم في رفاهية من العلم. قذفه النبي صلى الله عليه وسلم في لهواتها فلا ينكفئ، حتى قامت تصف الإمام مواقفه وجهاده سلام الله عليها. وهكذا ذكرت الإمامة وذكرت الإمام، فموضوعها في الأساس هو هذا. ولما أقامت الحجة ختمت بماذا؟ ختمت بالدعاء، ثم اتخذت قرارها الأخير وقرت في بيتها. The wives of the companions, they came to visit her when she was sick. She couldn't stand anymore. She was injured. They came to visit her and she gave a speech to the wives of the Ansar. ثم عرجت تذكر أمام نساء المهاجرين والأنصار زوجها علي بن أبي طالب، قالت ويحهم أنا زحزحوها، يعني الخلافة. ولاحظ تعبير الزهراء تبين ثقل الخلافة، زحزحوها لثقلها، أنا زحزحوها عن رواس الرسالة، يعني عن علي بن أبي طالب وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين الطبين بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين. وبالله أقسم، هذا قسم من الزهراء، وبالله أقسم أن لو مالوا عن الحجة الواضحة أو زالوا عن قبول المحجة اللائحة لردهم علي إليها ولحملهم عليها ولسار بهم سيرا سجحا، لا يكلم خشاشه ولا يكل راكبه ولا يمل سائره، ولا أصدرهم بطانا ونصح لهم سرا. She asked Amir al-Mu'mineen, he would take her to the houses of the companions of Rasulullah and she would tell them, weren't you there on the day of Ghadir? Didn't you give bay'ah to my husband Ali ibn Abi Talib on the day of Ghadir? She would remind them of the day of Ghadir, the bay'ah of the day of Ghadir. And of course, the narration of Ghadir, one of the narrators of Hadith al-Ghadir is Fatima al-Zahra. She was present on the day of Ghadir. So she went out to remind them, weren't you there? You were there on the day of Ghadir. Even their wives were there on the day of Ghadir. And of course, there was another time that she defended the imamah, and that was when she came to intercede for Ali ibn Abi Talib when she came behind the door. This was also a time she came to defend the imam of her time. عندما خرجت من بيتها وهي تنادي القوم أن خلوا ابن عمي عندما اغتادوا عليا مكتوفا لكي ما يبايع كرها. فاطمة الزهراء سلام الله عليها however she is the champion of the fight against the hidden oppression, the hidden distortion. She stood in that in the face of this hidden corruption, the hidden distortion, and she stood there very bravely. وين الزكية هاي المسيح.